احنا نبدأ إنتاجنا الزراعي طبعا من 15/8، ينتهي بشهر 6، وبعدين تبدأ تجهيز المزرعة للموسم الثاني باعتبارا من هذا الوقت. كمية الإنتاج عندنا في العضوي نوصل لل 250 طن. لما بدأنا في السنة الأولى اللي هي 2012 كانت في صعوبة، بس بالتدريج وبالتثقيف وبالسعر المناسب بدأ يتطور الحمد لله، أن احنا نوجد أرضية معينة في السوق، أصبح لنا زبايننا، أصبحنا نوصل للمجمعات التجارية، فيعني صار في رغبة للعضوي أكثر من العادي يعني. كله ناخذ الاذن.